السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحباب الكرام. أيهما أفضل، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم الاستغفار؟ وأيهما أسرع؟ هناك من قال الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الاستغفار بدليل الحديث الذي يقول ويغفر ذنبك، وهناك من قال الاستغفار له مكانة عظيمة والصلاة على النبي لها مكانة عظيمة وبالتالي لا يمكن المقارنة بينهما، وهناك من قال كلاما آخر. وإن شاء الله تعالى في هذه الحلقة سأجيب على هذا السؤال، وستكون الحلقة الأخيرة لأنني سأرجع إلى الرؤى وعلم التأويل. هناك حلقات تنتظرني، وهناك توقعات جديدة للبلدان العالمية. وقبل أن أبدأ الدرس لا بد أن أجيب على مجموعة من التعليق كالعادة، وأبدأ بأول تعليق. أول تعليق يحمل رؤيا عن الاستغفار. تقول صاحبة الرؤيا: قبل أن أنام سألت الله أن يدلني على الطريق كيف أخرج من هذه المتاهة، وأن يريني طريق النور، فوالله الذي لا رب سواه رأيت في منامي بالخط العريض مكتوب على قماش كلمة أستغفر الله العظيم، وحينما استيقظت اتلخبطت. يعني أنا أقرأ الرؤيا كما هي مكتوبة. تقول: وعندما استيقظت اتلخبطت، لم أتذكر جيدا ما رأيت، فسألت الله مرة أخرى بأن يبين لي، فوالله العظيم نفس الرؤيا، قطعة من ثوب بلون ترابي مكتوب عليها أستغفر الله العظيم، ومن يومها وأنا ملتزمة بالاستغفار ليل نهار. سبحان الله، هذه هي الرؤيا، وأبدأ في تأويلها إن شاء الله تعالى. القماش في المنام هو التوب، والتوب يعني التوبة. يعني انظروا إلى هذه الرؤيا العجيبة، هذه الرؤيا الجميلة، كلمة الاستغفار مكتوبة على التوب، والتوب هنا يفيد التوبة. وحينما نعود إلى القرآن الكريم نجد كلمة الاستغفار دائما مقرونة بالتوبة. يقول المولى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الآية الاستغفار فيها مقرون بالتوبة، وهناك آيات عديدة الاستغفار مع التوبة، لهذا نجد في هذه الرؤيا الاستغفار مكتوب على قطعة من التوب، وهذا هو المعنى. نعم، والتوبة هي الرجوع إلى الله وترك المعصية. يعني هناك ناس عندهم أوراد فلكية، منهم من يريد أن يصل إلى 30,000 استغفار، استغفر الله استغفر الله 30,000، دون أن يفهم معنى كلمة استغفر الله، ودون أن يعرف شروط هذه الكلمة. فحينما تستغفر لابد وأن تتوب. قلنا التوبة هي الرجوع إلى الله وترك المعصية، وشروط التوبة هي الندم على فعل المعصية أولا، ثانيا الإقلاع عن المعصية فورا، ثالثا العزم ألا يعود إليها الإنسان مستقبلا. أعيد شروط التوبة: الندم على فعل المعصية، الإقلاع عن المعصية فورا، ثم العزم ألا يعود إليها الإنسان مستقبلا. إذن حينما يستغفر الإنسان فالاستغفار ليست كلمة، وإنما تحتاج إلى توبة وتحقيق شروط التوبة. هذه الأمور التي لم تسمعي بها أبدا، فقد انشغل الناس بتحقيق الأوراد الفلكية في الاستغفار والوصول إلى 30,000، ورب استغفار واحد حقق 30,000 توبة من معاصي شتى. لهذا قلنا الاستغفار القليل
مع العزم الكثير خير من استغفار كثير مع قلة العزم. وإن شاء الله تعالى سأخصص قناتي الثانية التي اسمها قناة أسرار غامضة في شرح هذه الأمور، وستكون متخصصة في الأوراد وعلم الروحانيات على نهج السلف الصالح، على هدى الصحابة وطريقة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. لو أعطيت هذه الرؤيا لأحد ولم يفهم معناها أبدا، لكن الله تعالى دلك على قناة المعبر المغربي محمد مجاهد بفضل استغفارك وليس بفضل أحد. وأما من تاجر باسمي ومدحوني، والله تعالى أعلم بما في قلوبهم، مدحوني من أجل جلب المتابعين، وكما يعلم الإخوة قناتي قديمة، نعم مدحوني تاجروا باسمي ومدحوني، والله تعالى أعلم بما في قلوبهم. عموما في السنة المقبلة أو الشهر المقبل سأخصص قناة الثانية قناة أسرار غامضة فقط للروحانيات وعالم الأوراد وأسرار الصور القرآنية وأسرار الصلاة على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سنجعلها إن شاء الله تعالى قناة متخصصة في هذا المجال. لذلك قلت في البداية أن هذه الحلقة ستكون الحلقة الأخيرة. أحببت أن يكون لأي قناة تخصص. الحمد لله عندي 3 قنوات. القناة الرئيسية اسمها قناة المعبر المغربي محمد مجاهد، عندها تخصص، وقناة أسرار غامضة سيكون لها تخصص الأوراد وعلم الروحانيات وغير ذلك. وأما هذه القناة الثالثة قناة التقويم وإعادة التأويل ستكون فقط لتأويل الرؤى وعلوم آخر الزمان وغير ذلك إن شاء الله تعالى. وأنتقل إلى التعليق الموالي. يقول التعليق، هذا كلام منقول لأحد الأخوات وهو مهم، ويبين فضل الصلاة على النبي، الصلاة الإبراهيمية. أتمنى أن يصل لأخي محمد مجاهد. صدقت، الصلاة على النبي هي الأفضل لأنها تشمل على الاستغفار وكفاية الهم. كنت دائم محتار بين الاستغفار والصلاة الإبراهيمية. أقول وش أفضل، أقرأ قصص عنهم. مرات أقول الاستغفار أفضل، ومرات أقول الصلاة الإبراهيمية أفضل. لدرجة تخيلي قعدت كذا، لا أنا أصلي على النبي ولا أنا أستغفر، وأحس أني تشتت مرة بين قوسين. أحبابي الكرام، أقرأ يعني الرسالة كما وصلتني، تضيف لحد ما جاءتني هذه الرؤية، وهي رسالة قوية من الله وخلتني أقطع الشك باليقين. كانت جواب كافي وشافي. حلمت أن فيه وحدة من قريبي تقول لي الصلاة الإبراهيمية أفضل بكثير من الاستغفار، لأنها بنفسها استغفار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يغفر ذنبك وتكفى همك. سبحان الله، جاء الرد بارد على سؤالي في حلب مش منشور أو تغريدة أحد أو كلام. المهم هذه الرؤية الثانية توافق الحديث الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذن من يريد أن يخرج من هم الدنيا عليه بالصلاة على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وهموم الدنيا كثيرة، هموم في الرزق، في الإنجاب، في التعطيل، في تعرض الإنسان للسحر إلى غير ذلك، أي هم كيفما كان نوعه. وكذلك الصلاة على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم طريق لمغفرة الذنوب.
قلت أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. سبحان الله، قلت أجعل لك صلاتي كلها. نعم، من يريد أن يجعل وردا، أن يجعل رقما فلكيا في صلاة الحبيب، فهذا جائز، شرط أن يحدد الرقم هو بنفسه حسب قدرته واستطاعته، لا يفرض علينا أحد يقول لك تعمل 40,000 أو 30,000 أو 70,000، أنت وقدرتك، ممكن أن تجعل 1,000، ممكن تجعل 10، تجعل لك ورد في صلاة الحبيب المصطفى محمد 10,000، ممكن تجعل 20 30، يعني خصص وقتك كله للصلاة على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، بسبب أن هذه الصلاة فيها فضل كبير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا الصحابي أن يجعل له الصلاة كلها، وحينما تصلي على الحبيب مرة واحدة يصلي الله تعالى عليك 10، وكفى بهذا فضل. إذن لذلك نصحت وقلت للناس رب استغفار قليل، يعني أن أستغفر 70 مرة في مجلس واحد، وحينما أنطق بكلمة أستغفر الله يكون هناك عزم. وقلنا الاستغفار مرتبط بالتوبة، والتوبة لها شروط، حينما أقول أستغفر الله وأحقق شروط التوبة فكأنما استغفر ملايين المرات. وأنتقل إلى التعليق الموالي، يقول الأخ سبحان الله، وإن لم تسمي الأخ الفلاني باسمه فأنت رضيت عليه على أساس أنه الوحيد الذي تكلم ولازال يتكلم على سورة البقرة بهذا العدد، والاستغفار كذلك. والملاحظة المؤلمة أنك لا تريد ذكر اسم الأخ الفلاني. نصيحتي لك تواضع تواضع تواضع، خير لك. على أي حال أجيبك على التعليق، وهذا يعني وهناك أنواع كثيرة على شاكلة هذا التعليق، يعني تعاليق مكررة، المهم الرسالة تصل. تجنبت ذكر اسم الفلاني لأن خطابي عام، فهناك قنوات كثيرة في السوشيال ميديا تتكلم عن البقرة وتتكلم عن الاستغفار بنفس العدد، وسأقدم الدليل في هذه الحلقة، يعني بيني وبينكم هو الدليل. قلت تجنبت ذكر اسم الفلاني لأن خطابي عام، فأنا حينما خرجت بالحلقة الأولى والثانية وهذه الحلقة الثالثة خرجت ومعي دليل، أتكلم بقال الله وقال رسول الله، لم أخرج لأسب، ولم أخرج لأشتم، ولم أخرج لأتنمر، ولم أخرج لأقلل من أحد. هل حينما يخرج الإنسان ويتكلم بقال الله قال الرسول تقولون لو تواضع؟ فلو كنت متكبرا ما جاءت في حقي 200 رؤيا جمعتني والحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني لا الحلقة الأولى ولا الحلقة الثانية. فلو أشرت له بالاسم وقلت الفلان الفلاني يقول كذا وكذا وكذا، لوصلتني المئات من التعليق لماذا وكيف. أنا أتكلم بالشكل العام، الرسالة التي أريد أن أرسلها وهو تنبيه هؤلاء الغافلين على الفهم الحقيقي لأحاديث الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. لكنكم شخصنتم الموضوع. عجبا لهذا التعليق الذي يقول على أساس أنه الوحيد، يعني الفلاني، على أساس أنه الوحيد الذي تكلم ولازال يتكلم على سورة البقرة بهذا العدد والاستغفار كذلك، أقول هذه كذبة كبرى، هذه فرية عظمى. والآن سأقدم مجموعة قنوات على سبيل المثال الحصر، تكلمت على سورة البقرة بنفس العدد والاستغفار كذلك، قنوات أكبر من قناة الأخ الفلاني الذي تتكلم عليه،
نعم، حتى يكون كلامي بالدليل، حتى يكون كلامي بالحجة والدليل. ونبدأ بالقناة الأولى كما ترون، قناة اسمها يوميات أم خالد. نقرأ العنوان: متى يبدأ مفعول قراءة سورة البقرة؟ لا تتوقف إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، إلى غير ذلك من العنوان. القناة الثانية اسمها رامي بدوي، القناة كبيرة جدا، فيها 1,160,000. عنوان: فتاة قرأت سورة البقرة 3 مرات، إلى غير ذلك. حينما أقول قناة كبيرة دائما أضع بين قوسين فقط الأرقام. هذه القناة الثانية، سبحان الله، يعني القناة الثالثة كما ترون، العنوان: سورة البقرة 3 مرات متتالية وفي جلسة واحدة، إلى غير ذلك من العناوين المستهلكة. قناة اسمها بذور، يعني لازم، يعني سبحان الله، يعني كلامي سبحان الله بالدليل. فأنا أتكلم عامة، يعني هناك قنوات كثيرة جدا في السوشيال ميديا. هاي القناة الرابعة، هذه القناة اسمها الرقية الشرعية، بحوث وتجارب، يعني كلهم عندهم تجارب. العنوان: هل لابد أن أقرأ سورة البقرة 3 مرات في اليوم؟ نفس العناوين المستهلكة، يعني واحد ينقل من الثاني. القناة الخامسة، قناة اسمها قصص الديرة، فيها 149,000 مشارك، يعني يقول العنوان: قرأت سورة البقرة 3 مرات في اليوم في يوم واحد، إلى غير ذلك. هذه قناة أخرى فيها 93,000 مشارك، الراقي عبد الله. هذه القناة السابعة، قناة جامع الإمام، العنوان: قصة سيدة تقرأ سورة البقرة كل يوم 7 مرات، عناوين مستهلكة. واحد، يعني القناة الثامنة، يعني فيها قناة اسمها الأمل في الله، يعني 375,000 مشارك، قراءة سورة، العنوان: قراءة سورة البقرة 3 مرات متتالية، إلى غير ذلك. هذه القناة التاسعة، رامي بدوي، سيدة، العنوان: سيدة تقرأ سورة البقرة 3 مرات، إلى غير ذلك. عناوين مستهلكة لا أقل، يعني ليس هناك، يعني قلت الواحد ينقل من الثاني، الواحد ينقل من الثاني لا أقل ولا أكثر. القناة العاشرة، قناة فيها 540,000 مشارك، عمر ديبان، يعني العنوان: هذا ما حدث لصاحبي حينما قرأ سورة البقرة 200 مرة، يعني لا إله إلا الله. القناة رقم 11، يعني 331,000 مشارك، سلطان المجنوني، هذه المرأة قرأت سورة البقرة 3 مرات متتالية وفي يوم واحد، إلى غير ذلك. يعني قناة الرقي المغربي عيسى، العنوان: قراءة سورة البقرة كل يوم 3 مرات والتجارب في علاجها الأمراض الروحية، إلى غير ذلك. قناة رقم 13، قراءة سورة البقرة 5، يعني عناوين مستهلكة. يعني لو دخلتم إلى اليوتيوب والفيسبوك، يعني هذه القنوات التي جمعها أحد الإخوة بارك الله فيه، يعني هناك الكثير من القنوات. فقط اختصار الوقت، وهذا التعليق الذي قرأته سبحان الله، يعني لا محل له من الإعراب. إذن كلامي كان عام لكل القنوات التي تشتغل في هذا الحقل. وكما قلت إن شاء الله تعالى، كما قلت إن شاء الله تعالى، في السنة الموالية سأخصص قناتي الثانية، قناة أسرار غامضة، إن شاء الله تعالى، للأوراد الصحيحة وعلم الروحانيات على طريقته، على هدي الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتقل إلى التعليق الموالي. تقول الأخت: أخي محمد مجاهد، أنت اجتهدت ونقدر لك اجتهادك، ولكن أخي النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وكان يستغفر 70 مرة، ولكن نحن يجب علينا الإكثار كثيرا لأن ذنوبنا كثيرة، منها حقوق الله وحقوق العباد، ويجب علينا أن نجمع رصيد، وهناك الكثير من الإنس استغفروا الله بأرقام كبيرة وأخبروا قصص أن الله رزقهم من حيث لا يحتسبون، بالإضافة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل أن نقف عند 70 مرة، وليس هناك حديث واحد يحدد عدد الاستغفار. يعني فقط للتوضيح، أنا لم أقل أن نقف عند 70، أنا قلت 70 تكون في المجلس الواحد، هذا أول شيء. من يريد أن يزيد
لا يحدد رقم، ومن يريد أن ينقص لا يحدد رقم. وقلت أفضل أوقات الاستغفار هو وقت السحر أو وقت الثلث الأخير من الليل، لكن أن نجعل أرقام فلكية 30,000 فهذا فيه كلام. وإن شاء الله تعالى في قناة الثانية، قناة أسرار غامضة، سيكون هناك شرح بالقلم والصبورة. نعم، ستكون إن شاء الله تعالى قناة روحانية فيها علم الأوراد وغير ذلك، وأنتقل إلى إن شاء الله تعالى إلى التعليق الموالي. ويقول التعليق الموالي: في الحقيقة السيد الفاضل المحترم الفلان الفلاني هو من عرفنا على قناتك، وشكرا لنا، فلماذا هذا الهجوم عليه الغير مبرر؟ هناك نقطة استفهام في هذا الأمر. أولا، أين هو هذا الهجوم؟ فأنا لم أسب ولم أشتم ولم أتنمر، وحتى لم أشر لفلان الفلاني بالاسم، ولم أسمي حتى قناته. فأين هو هذا الهجوم؟ هل تعتبرون من يقدمون دروس ويقدمون أدلة من الكتاب والسنة هجوم؟ هل تعتبرون النقد هجوم؟ وما كان لي أن أدخل إلى هذا الموضوع لولا العشرات أو المئات الرسائل التي وصلتني إلى بريد الخاص، والإخوة يسألون هل يجوز أن نقرأ البقرة 4 مرات، هل يجوز أن نستغفر الله 30,000 مرة. فلا بد أن سبحان الله أن أقدم، فلا بد أن أرد. هل تعتبرون هذا الرد هجوم؟ سبحان الله، وأنا لم أسمي الفلان الفلاني باسمه، والله العظيم لغريب. عموما هذا لا يهمني، فالحقيقة هي واضحة وضوح الشمس. ما يهمني هو قول، هو هذا التعليق، والتعليق الذي يقول هو من عرفنا على قناتك. قرأت تعاليق كثيرة على غرار هذه النبرة، وهذه التعاليق تعلم علم اليقين في قرارة نفسها أنها كاذبة. وكثير من الإخوان المحبين للمعبر المغربي محمد مجاهد أبلغوني في بريدي الخاص بوجود هذه النوعية من التعاليق. سبحان الله، الإخوان بارك الله فيهم، وهم يتهامسون يتكلمون فيما بينهم، أجمعوا على أن قنوات المعبر المغربي محمد مجاهد تتعرض للحسد بسبب الغيرة. وسبحان الله، أصحاب هذه التعاليق لو فكروا قليلا لما كتبوا هذه الحماقات. وأنا أجهز هذه الحلقة، اسمعوا أحبابي الكرام، وأنا أجهز هذه الحلقة طلبت من أحد الإخوة أن يعطيني تاريخ أول فيديو للمعني بالأمر الفلان الفلان، فكان فراسلني وقال لي أول ظهور أو أول فيديو للمعني بالأمر أو الفلان الفلاني كان في سنة 2022 شهر 8 يوم 6. تخيلوا معي أحبابي الكرام، يعني أول ظهور له كان في سنة 2022 شهر 8 يوم 6. وأما قناة المعبر المغربي محمد مجاهد، عندي القناة الرسمية الأولى، هل تدرون متى كان أول ظهور لي أو أي أول فيديو؟ يعني أول فيديو لي كان في فاتح يناير من سنة 2019، بمعنى يعني المدة الفاصلة بين قناتي وبين هذه القناة تقريبا 3 سنوات ونصف. 3 سنوات يعني مدة زمنية قدرها 3 سنوات ونصف. 3 سنوات ونصف المعني بالأمر لم يكن موجودا، لم يكن له وجود من أصل. وقبل تاريخ 2019 1/1 يعني فاتح يناير 2019 قضيت 5 سنوات في الفيسبوك، بمعنى 8 سنوات كاملة، يعني 5 سنوات في فيسبوك و 3 سنوات يعني قبل تاريخ 2022 8/6، 8 سنوات محمد مجاهد كان موجودا في السوشيال ميديا، واسم الفلان الفلاني لم يكن له وجود أو حس، لم يكن له حس ولا وجود. فجاء يوما دخلت الميدان إلى أحد الجروبات
التابع لي دخل إلى أحد جروبات الواتساب، دخل كبقية الناس وتعرف على كل محبي المعبر المغربي محمد مجاهد، ومن ثم كانت له الفكرة. يعني سبحان الله، هذا الجروب كان في 2020، يعني الأمانة كان في منتصف 2020 حينما كان أحد إخوة يجمع يعني شهادة الشهود ومن رأى في حق المعبر المغربي محمد مجاهد، ودخل معهم. لم يكن له أي شيء، لم تكن له قناة ولم تكن له أي شيء، دخل مع الإخوة وتعرف على، يعني سبحان الله وجد المكان جاهزا، يعني سبحان الله الناس واجدين، كل شيء يعني موجود، دخل فتعرف على الناس، ففكر في تأسيس قناة سبحان الله. فحينما أسس هذه القناة، يعني قناة الفلان الفلاني، يعني جاء إلى عندي وطلب مني أن أدعم قناته، يعني في قناتي الرسمية، قناة المعبر المغربي، يعني قناتي الأولى، قناة المعبر المغربي محمد مجاهد، والحلقة ما زالت موجودة. يعني فقمت بدعمه وطلبت من الإخوة الانضمام إلى قناته، يعني سبحان الله 40,000 مشارك التي كانت عندي في قناة الأولى، والناس الذين كانوا معي في الفيسبوك، والناس اللي كان، يعني سبحان الله كلهم دخلوا فدعموه ونصروا إلى غير ذلك، وهذه حقيقة موجودة. يعني لم أكن أعرف أنه سينهج هذه الطريقة، بمعنى سيركز مجهوده على البقرة والاستغفار بطريقة أقرب كثيرا للبدعة، لم أكن أعرف هذا، نعم لم أكن أعرف هذا مطلقا. وحتى أختصر الموضوع، المعني بالأمر كان أول ظهور له في 2022 شهر 8 يوم 6. هل تعلمون أيها الإخوة الكرام الأحداث الصعبة التي مرت منها قناة المعبر المغربي محمد مجاهد قبل هذا التاريخ، والفلان الفلاني لم يكن له لا حس ولا وجود؟ اسم المعبر المغربي محمد مجاهد كان معروفا في السوشيال ميديا، كانت هناك مواجهة بيني وبين 30 قناة مشرقية، ومعهم خالد المغربي، ومعهم التلفزيون العربي. نعم هو الفلان الفلاني في خبر كان لا حس ولا وجود له. تخيلوا في ذاك الوقت كان هناك صراع بيني وبين 30 قناة مشرقية، بسبب ماذا؟ بسبب أن الله سبحانه وتعالى أعطاني نعمة تأويل الرؤى، وبالرغم من أن هذه القنوات المشرقية مددت لها يد المساعدة وعبرت لهم الكثير من الرؤى، إلا أنهم طعنوني من الظهر، ومن بينهم خالد المغربي الذي قدم رؤيا لهذا الشخص وقال له اذهب بهذه الرؤيا إلى المعبر المغربي محمد مجاهد ليعبرها لي، وهذا الشخص لم تكن له قناة من أصل، وعبرت هذه الرؤيا لخالد المغربي ونصحته في سبيل الله وقلت له الكعبة مائلة، بمعنى أنك مائل عن الحق. فخرج خالد المغربي من يومها، فبدأ يتنمر على المعبر المغربي محمد مجاهد، ويكذب على المعبر المغربي محمد مجاهد، ويقول أنه ادعى ومدعي وغير ذلك، بالرغم أن أنه لا يوجد أي دليل ولا غير ذلك. يعني حرب يعني قضيتها في السوشيال ميديا قبل هذا الفلان الفلاني أن يظهر إلى الوجود ويعرف له حس. يعني سبحان الله، يعني اسم المعبر المغربي محمد مجاهد غني عن التعريف ولا يحتاج إلى تعريف ولا أي شيء، لكن ركبوا على هذه الموجة. نعم، وحينما يأتي هذا الفلان الفلاني في قناته يمدح مثلا محمد مجاهد أو حتى يسبه، ماذا سيضيف أصلا للمعبر المغربي محمد مجاهد؟ وحينما يذهب الإخوة مثلا إلى قناة الأولى، قناة المعبر المغربي محمد مجاهد، ويقفون عند تاريخ 2022 شهر 8/6 في هذا الوقت الذي لم تكن لقناة الفلان الفلاني أصل ولا وجود، ويرجعوا بالتاريخ إلى وراء حتى 1/1/2019 على اليوتيوب فقط، فكم هي الحلقات وكم هي الدروس
وكم هي الحلقات التي تكلمنا فيها حتى عن الاستغفار وغير ذلك. باختصار أقول الأحداث والتواريخ تقول لولا المعبر المغربي محمد مجاهد ما عرف الناس الفلان الفلاني. سبحان الله، وهذه الأمور توقعتها، فهناك رؤى أخبرتني أن هناك غادر سيطعنني من الظهر بعد الصراع الذي كان بيني وبين 30 قناة مشرقية ومعهم الذباب الإلكتروني، فتعرضت قناتي الأولى للتجميد بسبب البلاغات الكاذبة وبسبب العين والحسد وبسبب الأصحار وغير ذلك، ورغم ذلك ما زلت صامدا كالجبل. الحمد لله، ما زلت صامدا كالجبل، وما زلت أقود 3 قنوات. نعم، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، الحلقة طالت ولا بد من هذه الفضفضة، ولن أعود إليها أبدا. وبقي السؤال المهم، الاستغفار، أيهما أفضل، الاستغفار أم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه الحلقة، الجواب عن هذه الحلقة ستكون إن شاء الله تعالى في قناتي الثانية، قناة أسرار غامضة، وهذه القناة سأجعلها متخصصة في علم الروحانيات وعلم الأولاد حتى لا أترك المجال لهؤلاء. يعني كم قناة قدمتها، لن أترك المجال هؤلاء يتكلمون في أي شيء بدون دليل، لا من الكتاب ولا من السنة. سأجعلها إن شاء الله تعالى متخصصة في علم الأولاد والروحانيات، وأعتذر على طول هذه الحلقة، لا بد من هذه الفضفضة، ولا بد أن نضع النقطة لنعود إلى مسارنا الحقيقي ونعود إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد من ضريبة. وأقول لمن كتب هذا التعليق، الحمد لله التواريخ موجودة، التواريخ ستفضحكم. نعم، المشاهد الجديد ليس غبيا. نعم، أسستم طريق البدعة وأسسنا طريق الكتاب والسنة. لمن ستكون الغلبة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.